كانت السلطة ما تلتجأ للقوة ولخرق حقوق الإنسان بالطريقة الفجة هذيك، كان كي تبدأ ما عندها حتى حل آخر. اليوم نحن أمام سلطة عندها فكر آخر، يعني السلطة الحالية ذكرني أنا شخصيا في اللي كتبه الفيلسوف الإيطالي أو السياسي المفكر الإيطالي ميكيافيل. إيش قال ميكيافيل؟ ميكيافيل قال برشا حاجات، قال لي رأس السلطة اليوم في تونس يامن فيها ويتبعها. من جملتها اللي تعطينا مفاتيح نجم نفهم بها، للأسف ولينا نحكيه على شخص كي نحكيه على الدولة، فمن جملتها أنه يجب أن يكون الحاكم لا محبوبا لدى الجماهير بل تخشاه الجماهير، ترهبه هذا في الجماهير. كتابه الأمير. بالضبط. وكذلك يقول أنه القيم والمبادئ يجب أن يعرفها الحاكم، لكن اعتقاده فيها سيكون خطأ قاتلا. ومن هنا بالطبيعة كل السلوك الانتهازي اللي يحكي عليه ميكيافيل وثنائية الثعلب والأسد. نرجع للنظام القائم في تونس. النظام القائم في تونس هو دخل منذ مدة، منذ تحديدا تقريبا فيفري 2023، في منطق استعراض للقوة. علاش نولي صار في يعتقد فيفري؟ أنه كلما زاد بطشه، كلما خافه الجماهير، كلما استدام له الأمر والأمن مستتب. وبالتالي اللي حاب يقوله النظام في العملية متاع زميلتي سونيا هو أنه لا يقف أمامه لا حرمة محاماة، لا تاريخ محاماة، لا مبدأ دفاع، لا حق حرية، لا حق في التفكير، لا حق في، فهو قادر ويده تطال، لكن طال الأمر أم قصر سيصبح النظام هو سجين سونيا وبقية المساجين وليسوا هم سجناؤه.